القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، اليوم حلقتنا هي في إحدى المحافظات الجنوبية. جمعنا عدد من عوائل الأيتام وكذلك العوائل المحتاجة وكذلك المرضى منهم في هذا الجامع المبارك. طبعا تجولنا في هذه المحافظة واطلعنا على بعض أحوال الناس المحتاجة في بيئة تعبانة مكونة من بناء عشوائيات، أغلب بيوتهم من الصفيح وكذلك من البليت والتشينكو في هذه الأجواء الحارة، ونحن نعيش في فصل الصيف، هذا الفصل الملتهب ذو حرارة عالية، وأيضا هناك انقطاع في التيار الكهربائي مما أثر تأثير كثير على المرضى والمحتاجين والناس البسطاء والفقراء. فحلقتنا لهذا اليوم هي برعاية الحاج الطيب أبو ناصر من دولة الكويت مجموعة من الملابس راح نقدمها لهذه العوائل، ولدينا مبالغ مالية لإعانة هؤلاء العوائل لكي يتمكنوا من شراء علاج أو مستلزمات طبية وغذائية لهم ولأطفالهم. شكرنا وتقديرنا للحاجة أم شوقي من الإمارات، وشكرنا إلى الحاجة الطيبة أم ثائر، ويهدى ثواب هذا المبلغ بثواب الحاج المرحوم أبو ثائر، والحجية الطيبة أم فارس من مدينة علي ابن أبي طالب عليه السلام مدينة النجف الأشرف. فإذن أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة لكن بعد هذا الفاصل. برنامج القلوب الرحيمة يساهم في ترميم وبناء دور الأيتام وتقديم المساعدة المادية والعينية لإتمام العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين داخل العراق وخارجه. نقدم السلات الغذائية للعوائل المتعففة ونتابع كل فقير ومحتاج، وهذه الأعمال الخيرية كلها تأتي بمساهمتكم أيها المحبون المؤمنون الأخيار. فساهموا مع قناة المهد الفضائية وبرنامج القلوب الرحيمة، فالحسنة بعشرة أمثالك والصدقة هي مرضاة الباري. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. القلوب الرحيمة. مشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح نتواصل، هناك بعض المعاناة اللي يعيشوها أهلنا في هذه المحافظة، طبعا معاناة كبيرة من بعض العوائل، منهم من يعاني من عدم مقدرته الذهاب إلى الأطباء الاختصاص لإجراء عملية، أو يعاني من بيت تعبان، يعني أمور تعبانة جدا. راح نروح لبعض الحالات ونتعرف عليها. تفضل هنا أنا حجية باس. أم عباس شوي علي لي صوتك وخلنا نسمع قصتك يا أم عباس. أم عباس كم طفل عندك؟ عندي 8. شلون ظروفك بالبيت؟ والله قاعدة بغرفة واحدة. أبوه يشتغل، عماله يوم يشتغل ويوم ما يشتغل. أبوهم؟ أي. أنت شنو معاناتك يعني؟ والله يراد لعملية مال فتق، وقالوا لي نازل على الأمعاء وما عد إمكانية أسويها. وقلت البيت أنا ساكنة شنو؟ أي والله بغرفة واحدة وتعبان، العام نتلو 2 من عدي من أولادك نتلو؟ الكهرباء شنو تعبانة؟ الكهرباء تعبانة، لا عنده أبيرية لا عندي شيء. إن شاء الله يسمعونك الناس. طيب استريحي. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. عليكم السلام. شلونك؟ الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. صوتك ونسمع مشكلتك ان شاء الله. الله يسلمك. أم من؟ أم جواد. أم جواد، حيا الله أم جواد، إن شاء الله بخير أم جواد. الله يسلمك.
الله يسلمك. الحمد لله. مجهود طبعا احنا مقبلين على شهر محرم الحرام، شهر الاحزان، مو اول مره. شو تقول لي للامام علي بن ابي طالب عليه السلام بهاي المناسبه؟ اقول ان عزيب زينب بن عزيب، عافيه. ابو الفضل بن عزيب. نعم. شوفين الامام الحسين مدرسه كبيره طبعا، والان المواكب الحسينيه يعني تشوفين من هسه، يعني احنا بعد ايام قليله جدا راح نستقبل هذا الشهر الاحزان، مو والمواكب كلها تتوحد، وراح العراق يصير سفره لكل دول العالم اللي تيجي 40 مليون. فتش تقول لي للناس اللي تقدم هاي الخدمه، ريدهم يتكاتفون مع الفقير مثل ما يتكاتفون لخدمه زوار الامام الحسين، مو؟ كثير عندنا حالات تعبانه بحاجه الى علاج، بحاجه الى مثل واحد يحتاج مو مساعده، فيتكاتفون مع البرامج الخيريه. حتى هسه نسمع قصتك ام جوال. والله انا هدى عدي عندك غدا؟ اي والله. زين، احنا بالنسبه للغدد اللي دائما هنا تصير، الغده الدرقيه يسموها، يحتاج يعني بالمستشفيات. أي والمستشفى يأجل سنتين ولا ثلاثه. اي طبعا. لو ترحيل للخاص. اي وزوجي متوفى انا. نعم. عندي ولد واحد. اي ولد واحد واربع بنات. شو رادوا منك العمليه؟ مليون رادوا من عنده، ما عندي. مليون دينار. أي. وما عندك. اي اضافه للتحاليل. اي 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 ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، اخذكم ام جواد عندها غده. وش قصر هاي عندك؟ في سنتين صار عندي. سنتين على مليون دينار عراقي، يعني حوالي 700 دولار حتى تجرى هاي العمليه. وتعرفون احنا مستشفياتنا بس وعيد، تجي فلان شهر تروح فلان شهر، اما اذا عدها المليون ونص لا، خلال يومين يسوون العمليه، حتى لو كان بالمستشفى العام ياخذون منها المليون دينار ويقولوا لها الله وياك. نتمنى لك الصحه والعافيه ان شاء الله. اشكرك. يعطيكم العافيه. حياك الله. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخوي. الله يسلمك. انا ام حيدر. شلونك يا ام حيدر؟ الله يسلمك. الحمد لله. انا سمعت ام حيدر عندها ولد متخلف عقليا، شلون صارت هاي الحاله؟ اي والله كان عاقل، خامس ادب هذا كبيري. نعم. كان بالاعداديه هو؟ اي خامس ادبي، والله وشاطر وحرف ما معلمته الله يشهد عليه. صار لها السنة الثانية يلبس ملابسه بالمقلوب، نسى كل شيء، ما يعرف يحكي، الحاجتين تكرمون على نفسه. وانا قاعده بكرم. شقد عمرها هسه؟ 20 ولا 21؟ عمره 23. نعم. وانا قاعده بكرفان وصغيرون والحاجتين على نفسه. هو يتيم؟ يتيم. اي هاي شهاده الوفاه مال تبو. نعم. وحصر علي لقمه الخبز. والله على الماي الار وانا ظال، الناس انه قامت ما تترس، هو يريد له علاج، انا من اللي انا هم مريضه يا ريت صاحي. انتي راجعتي بيه اطباء؟ رحت وديت مرتين دكتوره خصاها، مودت الناس مو انا. نعم. سويت له مفراز، قالوا علاجه باربيل. نعم. انا ما ادري شو يكلف هذا العلاج. والله ما ادري، هي اربيل غالي، يعني انا مره سالتهم يقول بس الكشفيه 40,000. سهله 40,000. اي هاي بس الكشفيه ويردون تحاليل من يمها. يعني اول عمليه يحتاجون بس يعرفون. والله علاج هو شاب يعني. زين هسه وهادئ وهادئ ولا ما صعب؟ هسه لا يعرف يحكي ولا يعرف يطلع، ما يرجع الناس تجيب لي، والناس منا ومنا تلم لي ملابس. نعم. لان الحاجتين على نفسه وما اقدر اشتري. اعزائي المشاهدين، اخذكم ام حيدر اللي الان تقف معاي. زوجها بتوفي، عندها ولد كبير حيدر بالخامس ادبي، ففجأة صار عنده انفصام بالشخصية، والان مثل ما حكت قصته يلبس ملابسه بالمقلوبة، يطلع خارج، قام ما يتكلم، سلوكياته تغيرت مع امه، الناس تجيبه، باعته فلوس تراجع به. دكتور يا ناس، هذا ولد شاب وهي اعتمادها عليه، كبرتها على مود يعينها مكان والده، لكن جت على هذا. طبعا ساكنين في كرفان بهاي الاجواء الحاره، اجواء حاره جدا، والناس هسه بالبيوت سبالت، وبس تطفى عليهم خمس دقائق يشغل مولد كل شيء. ما عندك تبريد؟ والله ما يتين من الحر، وعقارب تطلع علي انا وحيايه. الله يكرمك. ومقعدته بخيمه لان ما عندي مجال، وين اوديه؟ هو كبير تكرمونه وريحه
ما اقدر، وانا هم مريض، هاي عين طفت ما اشوف. الله يساعدك، الله يكون ابونك. لا عد اعالجه ولا اعالج روحي، خاف يصير بي اشياء ولإله. الله يكون ابونك. استريح ان شاء الله خير. اعزائي المشاهدين، طبعا والله حاله مأساوية، فنحب يعني اثنين ثلاثه يساعدوها، مليون مليونين دينار، ويدزوا الاربيل يشوفون حالته. ام خطيه يعني، هي اعتمادها عليه فقد عقله، يعني شو نسوي؟ هاي بيد الله سبحانه وتعالى. اعزائي المشاهدين، طبعا سمعتوا الحالات اللي تحدثنا بها، وخاصه مشكله الاخت ام حيدر. نرجو تعاطفكم الابوي والانساني والرحمه ومدى اياديكم الكريمه حتى نسعد هاي العائله، رجع ابنها الى وضعها الطبيعي، او حتى اذا يقعد ويسكت هي ترتاح. وحتى خطيها سعيونها مرمى ومن الحار ومن فيحب يساعدها، يتصل علينا على برنامج قلوب رحيم. والحالات اللي سمعتها الان سوف اقوم بتوزيع المبالغ الماليه اللي وصلتنا، بالاضافه الى الملابس من الحاج ابو ناصر، ادعوا له بالخير والصحه والتوفيق، ملابس لكل عائله، وكذلك مبالغ ماليه مقدمه من الحجيه ام شوقي من الامارات، يهدى ثواب هذا المبلغ بثواب ولدها المرحوم بدر وبثواب امواتها حجيتنا الطيبه ام ثائر من النجف الاشرف، يهدى ثواب هذا المبلغ الى روح المرحوم الحاجه ابو ثائر والحاجه الطيبه ام فارس الله يرحمها برحمته الواسعه. فكونوا معنا، هو برنامج القلوب الرحيم. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع الملابس والمبالغ المالية اللي وصلتنا من الحاج أبو ناصر، الله يعطيه الصحة والعافية. اليوم قدمنا مجموعة من الملابس مقدمة من شركة النصر، شكرا وتقديرنا المتمثلة للحاج الطيب أبو ناصر من دولة الكويت، وشكرا وتقديرنا للحجية الطيبة أم شوقي من الإمارات، ويهدى ثواب هذا المبلغ وثواب المرحوم بدر وأمواتها، وكذلك الحجية الطيبة أم ثائر من مدينة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من مدينة النجف الأشرف، يهدى ثواب هذا المبلغ بثواب المرحوم الحاج أبو ثائر والحجية المرحومة أم فارس الله يرحمهم وبرحمته الواسعة. إن شاء الله تقرون سورة الفاتحة بثواب هذه الناس الأموات. ومثل ما أسلفنا، هذه هي آخر حلقة في برنامج القلوب الرحيمة خلال هذه الفترة. إن شاء الله يوم أو يومين راح نستقبل شهر الأحزان، شهر محرم الحرام. إن شاء الله الكل يرتدي السواد، وهذه الذكرى 1446 هجرية راح نستقبلها إن شاء الله في تبديل رايات الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس، استعدادا لمراسيم عاشوراء. طبعا برنامج القلوب الرحيمة راح يتفرغ للخدمة الحسينية، وطبعا لنا الشرف أن نخدم زوار سيد الشهداء الإمام الحسين ونصرة الزيارة. نتمنى إن شاء الله السنة تكون مليونية وأكثر، حتى نستقبل زوارنا من كل دول العالم بأن يأتوا إلى العراق، بلد الأنبياء وبلد الأوصياء وبلد الأئمة الأطهار، لزيارة عاشوراء وكذلك زيارة الأربعين. الكل إن شاء الله بيوتها مفتوحة لاستقبال الزوار القادمين من دول الجوار ومن كل الدول. إن شاء الله أهلا وسهلا بهم في عراق الحسين، في عراق المقدسات.
أعزائي المشاهدين، طبعا أنتم تعرفون الخدمة الحسينية، الزوار بحاجة إلى إطعام وكذلك، ونحن نعيش أجواء ملتهبة من الحرارة العالية وارتفاع في درجات الحرارة. الزائر راح يحتاج إلى عصائر ومياه معدنية صالحة للشرب وكذلك إطعام ومبيت وتبريد. نتمنى المساهمة الجادة إلى خدمات مضيف الإمام المهدي اللي يقدم خدماته حال حال المواكب الأخرى، لكن هذا المضيف يستقبل أعداد كبيرة من الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة. نتمنى إن شاء الله مساعدتكم ومد أياديكم لنصرة السيد الشهداء. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964-780-1-00-1912 أو على الرقم التالي 00964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.